تزداد مخاطر السمنة كلما تأخر المريض في علاجها، سواء عن طريق الحمية أو القيام بعملية جراحية، خصوصا مع انتشار هذا المرض بشكل واسع في المملكة. واليوم دائما عندما نقول مرض نقول إن هذه من أهم الأبرز الإنجازات، طبعا مع شراكتنا مع الدكتور عادل القحطاني في إيصال وترسيخ مفهوم أن زيادة الوزن بشكل كبير هو مرض. يعني لم يعد المسألة تغير مع الزمن، كان اللي متين زمان يعني يقولون يعني يعتبرونها نوع، بس الآن صار في خراب مالطة زيادة على اللزوم في بعض الحالات. طبعا يحدث ذلك في ظل نقص الحملات التوعوية للحد من السمنة، أيضا الثقافة الغذائية، احنا كيف عندنا في المملكة لا يتوافق الغذاء مع طبيعة الحركة، الأكل كان ربما لأجيال، الأكل حل لأجيال يعني ماضية وكانت تعمل وتتحرك وإلى آخره. هذه الأشياء الناس تأكلها الآن بس ما تتحرك، أضف ذلك الوجبات السريعة وإلى آخره. طبعا عراب هذه الفقرة الدكتور عادل القحطاني راح يكون معي الآن بس بعد هذا التقرير لمحمد الحبيب. في كل سنة يزداد مرضى السمنة حتى أصبحت معاناتهم في المستشفيات مشابهة تماما للأمراض المزمنة وبنفس العدد. يستفيق هذا الشاب الذي أجرى للتو عملية تدبيس المعدة بعد معاناة استمرت لسنواته السابقة. هذه الأجهزة يعتقد الكثير أنها يجب أن تستخدم على أمراض القلب والشرايين والعمليات الأخرى، لا ليتحملها شاب عمره 19 عام. ربما استفاقته هنا كأنها ولادة جديدة للابتعاد عن شيخوخة السمنة. يعني مشكلة السمنة ترى أنا يعطوني أكبر من عمري. أنا مرة كنت أودي أخوي للحلاق، فواحد قال الله يخلي لك إياه، أحس بابني. قلت كم تعطيني؟ قال عمرك 30 سنة. قلت الله يرحمه أبوك، كان عمري 18 سنة. السبب الذي يعلق عليه أغلب الأطباء مسؤولية تزايد السمنة هي الوعي الذي ينقصنا عن الغذاء في المدرسة والمنزل والمجتمع. محمد في حياته عانى من ذلك أيضا، لأن ما تلقاه في صغره من نصائح عن الطعام لم تكن تناسب سنه. كانوا أهلي ينصحوني دائما نحف وصير أنا أعاند، وهذه ترى أنانية عند الطفل يعني تكون. يتناول محمد الأكل بشراهة، إلا أن تأخير العملية زاد من مساوئ صحته، فالخوف الذي كان يرافقه لعدم معرفته عن ماهية العملية جعل الأمر أكثر خطورة. فزدت في خلال سنة واحدة 50 كيلو، كانت هذه الزيادة مرعبة طبعا، لا أستطيع أجلس، لا أستطيع أنام، الصلاة أتعب فيها، أمشي ما أستطيع أمشي أبدا، الدكان جنب البيت أروح فيه بالسيارة، حتى ما أنزل أفتح الدريشة ويجيني العامل. يعني فعلا السنة هذه تعب فيها. في السعودية بشكل خاص يشير المختصين إلى إهمال واضح في طريقة التوعية من السمنة، خصوصا في عدم تواجد جهة تراقب الأغذية في المطاعم أو بإيصال الرسائل إلى المجتمع. شكرا محمد على هذا التقرير. لمناقشة الموضوع يسرني أرحب بضيفي من الرياض الدكتور عايض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير. أهلا وسهلا بك دكتور عايض. ما هي العلاقة بين تأخر العلاج وزيادة مخاطر السمنة؟ وطمنا على الحالة اللي في التقرير، إيش وضعها الآن؟ شكرا أخي علي ورحب فيك والمشاهدين الكرام. أولا محمد، وأشكر أخ محمد لأنه أولا روحه مرحة جدا يعني، ومن الناس اللي جدا، وايضا يعني انا احس ان المرضى هم شركاء لنا في هذه المسؤوليه، يمكن الشكر لهم وايضا الجميل لهم انهم هم الجزء الرئيسي من هالفقره اللي مواصلين فيها. نعم. بالنسبه لمحمد اموره طيبه، سوينا العمليه الحمد لله وطلع البيت. طبعا يمكن الجزء المهم اخوي علي والمشاهدين في الحل في الفقره اليوم هو الاوزان اللي عاليه، وزن محمد تقريبا قريب من 250-240 كيلو، وها يعني كثير من الناس يتساءلون، انا اتساءل في العياده، غيري يتساءل يقول طيب هذول الناس ليش صبروا، ليش انتظروا من المعاناه وتحملوا هالمعاناه لينصل وزنهم الى هذا الوزن؟ هل ما كانوا يعرفون؟ هل يعني في امور كثيره تدور في اذهان الناس اللي اوزانهم عاليه وليش هم بهذا الشكل؟ لكن تاخير اي انسان
يزيد وزنه بشكل كبير. يعني احنا نعرف طبعا كتلة الجسم المفروض الناس عارفينها ونعيدها لهم ونقول هي الوزن على الطول مربع. هذه كتلة الجسم اي انسان يزيد عن 35 او 30 هذا نسبة الامراض تدريجيا تزيد، واكثر من 40 تزيد بشكل مخيف ومضاعف وعشرة اضعاف واحيانا الى 40 ضعف في بعض الامراض. فما بالك بشخص كتلة جسمه 60 أو 70، يعني محمد لو حسبنا كتلة جسمه تصل بين 60 و70 تقريبا، فهذه لا شك أنه يعني أمراض محققة 100%. يعني أنت لو سألتني كم نسبة نصيب السكر حقول لك 100% لو انتظار زيادة. كم نسبة عنده الضغط؟ هو أوريدي عنده بعض الأمراض المصاحبة كما ذكر، ما يستطيع نوم الأمور الأخرى، فهذه أمراض محققة 100%. وعلى تعليقا على كلامك، وأنا عجبني مقدمتك أخي علي على الأكل والغذاء، الأسبوع الماضي كان في مؤتمر في السعودية وطبعا وزراء كثير 17 وزير الدول العربية حضروه عن الأمراض الغير سارية اللي هي الأمراض المزمنة، السكر، الضغط، الأمراض القاتلة. السمنة الآن أخذت المركز الأول تقريبا، كان التدخين والسمنة الآن هي المركز الأول اللي تقتل الناس وتسبب لهم مشاكل وأمراض مصاحبة. وبالتالي يجب أن يكون التركيز، وبدأ التركيز الآن تجاه السمنة. يعني أنا سعيد جدا أنه المؤتمر أقيم، وسعيد إن شاء الله أن تكون فيه استراتيجية وربما نناقشها إن شاء الله لما تظهر وتنقح بصورتها النهائية. يعني نعم إن شاء الله. هل لديك أرقام بخصوص عدد الحالات التي تعاني من ازدياد مخاطر السمنة بسبب تأخير العملية الجراحية؟ يعني كنسبة، يعني ليس العدد ولكن نسبة مثلا من الشعب أو خلينا نقول جزئين. أولا لو نظرنا إلى كم من الناس اللي سمنتهم فوق 40، كتلة جسمهم فوق 40، بعض الإحصاءات ذكرت أنه 40 إلى 45% من الناس خاصة في النساء. دراسة عملت في مكة وجدت أن كثير من النساء أوزانهم أو كتلة جسمهم فوق 40، يعني 40% كتلة جسمهم فوق 40، وهذا عامل خطورة شديد جدا. إحنا نسبة الأمراض اللي تصيبهم، يعني لو أخذنا مريض وزنه زائد بشكل كبير يعني 40 أو 35 كتلة جسم، كان نسبة أن يصير لسكر 90% من الناس هذولي ممكن يصابون بسكر على المدى البعيد إذا كان وزنهم بهذا الشكل. فهذه يعني أرقام محققة، وفي بعض الأرقام يأخذونها بالضعف، يقولوا أنت عندك 100% ضعف، عندك 30% 30 مرة ضعف زي كذا، لكن هذه النسب اللي بتصير لهم. الضغط يمكن يصل إلى 40% أن يصيبهم الضغط وأمراض القلب، الناس اللي عندهم أوزانهم عالية. لو نظرنا إلى محمد وهو من فئة خاصة جدا، فئة الأوزان العالية جدا، عندنا عدة أسئلة. هل إصابته بأمراض خطيرة أكثر من غيره؟ نعم، هذا بديهي لأنه نعم. كما ذكرنا كل ما زاد الوزن زاد المرض، انتهى. السؤال الثاني، إيش ممكن يصير له عن شخص آخر؟ يعني لما نسوي لهم عمليات هو كان خايف من العملية، هل العملية بالنسبة لنا كجراحين أخطر على محمد من غيره أو أصعب بالنسبة لنا جراحين؟ نعم لا شك، ويمكن إحنا كان في جزء من العملية في التقرير بينا داخل البطن إيش الأشياء تتغير. الكبد في محمد مثلا كانت مالية البطن كله، أعلى البطن كله مليان بكبد، يعني تصور أنه هذا يولد صعوبة لنا كجراحين. الدهون مالية البطن، وإحنا وريناها في التقرير بس ما طلعت في التقرير لكن هي كانت موضحة أثناء العملية، الدهون مالية البطن بالكامل، وكان هذا هدف من أن نطلع تقرير زي كذا نبين للناس أنه الانتظار ما يولد إلا مشاكل إضافية. نعم. مش اللي يجرد المريض، لا، الانتظار للناس المسؤولين عن الخدمات الصحية، لنا إحنا كأطباء للمريض، كل ما انتظرنا زيادة كل ما صارت مضاعفات المرض وكل ما كانت صعوبة لنا أن نتدخل. يعني أنت لما تجيني المريض عنده سكر وعنده ضغط وعنده مشاكل في القلب وعنده ما يقدر يتحرك على رجوله وركبه وانعدمت وخلاص من الوزن الشديد وما يقدر ينام كويس، لا شك أنه مضاعفاته أكثر من واحد سليم وأموره طيبة وصحيح وزنه زائد. فإحنا تقنيا لا شك أنه صعب لكن يمكن التغلب عليها الحمد لله. محمد صحى، نومناه في العناية المركزة من أجل احتياطا لأنه المرضى يعني صعوبة التنفس عندهم لازم يراقبون في العناية المركزة بعد العملية، وأموره كانت ممتازة والحمد لله. يكون حريصين يمكن مع محمد أيضا لما يصير عندهم مشكلة في النفس بسرعة أو مشكلة، يجب أن نكون حريصين أن نستثني الأمراض المضاعفات اللي ممكن تصير لهم ونتعامل معها بشكل جدي، وهذا اللي صار مع محمد، أن أموره كانت ممتازة إلى أن طلع من المستشفى بإذن الله. يعني شكرا لك دكتور عايض القحطاني على هذه المعلومات وهذه الإيضاحات، وأيضا الحقيقة ثني على ما قلت في موضوع الحالات، نشكرهم اللي أيضا كان لهم دور ولكن أنت لك الدور أيضا الأساس. شكرا لك دائما دكتور عايض القحطاني، ألقاك إن شاء الله السبت المقبل. أنتم أعزائي المشاهدين شكرا لأنكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في يا هلا، ألقاكم غدا في أمان الله.